ياو الابطال، يعني بخير كنتي مزيان معكم دراغون ابي. مرحبا بكم في فيديو جديد. المهم فيديو ديال اليوم نهضروا على هذا المحاكي هذا اي دي بلاير فور. المحاكي هذا صالح للاجهزه الضعيفه على الاقل يكون عندك واحد اي 3 واحد 4 في الرام. المهم نقدروا الاعدادات الهيتس والاتاويس. تبع الفيديو حتى الاخر باش تفهم شويه. وصلي على رسول صلى الله عليه وسلم ويلا بينا. كما كتشوف البطل ملي كتدخل المحاكي كدير لي سيرش عادي كتشين بلاي ستور تلقاها هنايا في فيها كتدخل ايميل كود ديالك فري فاير على حسب اللعبه اللي باغي تانستالي. المهم اغلبيه فري فاير كتانستاليها كتلقاها هنايا بالنسبه للدراري اللي اول مره يلعبوا في فيديو. المهم قبل ما تسكي فري فاير كتشين التويتيه هذه هي قائمه كتمشي لاعدادات البرنامج هنا على حسب الريزوليسيون ديال ليكرون ديالك كتعملها هنا هي السي بي يو. اذا كان عندك من الاي 3 لتحت كان عندك الاي 3 لتحت اتمل اي 1 كان عندك الاي 2 اتمل 2 صافي كندوز لاعدادات الجهاز. هنا خليها هايدا اجيس فيها الام واعر وما فيهاش لاك بزاف. هنا على حسب الاف بي اس ديالك الا بغيتي تلعب 120 في الام يا يكون عندك بي سي ضعيف خليها 60 اف بي اس خليها 60. هادي كتكون عندك محايده كتشكي عليها باش كيبقى يطلع لك الاف بي اس كتبقى مراقب الاف بي اس ديالك صافي. هادشي اللي كاين سبب انا على حسب الخلفيه اللي باغي في الديكور نادي صافي. ملي كندخلوا للفري فاير اول حاجه كنعدلوها كنمشيو لهاد الاعدادات هادي باش تسهل عليك هادشي وسائل الدراري اللي ما كتعرفش التخصيص كنقادو الاعدادات ديالنا على حسب على حسب الفرساحيت اللي عملها ولا بغيتي السلوحه بغيتي تعملها لتحت الفوق على حسب اللي بغيتي انت كتقاد ديكسي. اول حاجه كنمشيو لهاد الكلافي هادي هي كتسكيو عليها كتقاد التويتي ديالك الكنترول اللي باغي ترتاح له اللي موالف تلعب له. الدراري اللي ما عارف الا بغيتي تعمل هادي سلوحه بغيتي تعمل الحروف اللي باغي انت اللي تلعب بيهم كنتكيو في اللعيبه اللي باغيين كنتكيو في الحرف نعمل زوج نعمل ثلاثة هادشي اللي كاين. وما تحاول تعمل ضد الحروف ما كيبغيو لا تعمل شي مقرا ولا شي حاجه ما يبغيش في الايميلاتور هذا كتسمع الحرف صافي. هادي اخر حرب هادشي اللي كاين. نتمنوا الابطال تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. اذا كنتي من الابطال ما تنساش دير شي لايك وشي كومونتير. اذا كنتي اول مره تشوف هذه القناه هذه تصرفق معك ديك سبسكرايب ان شاء الله. القناه هذه تستفدوا منها بزاف. تهلاو الابطال تما جوندو يضرب باسمه.